صحية حلوين. اليوم رح نعمل فول كلام لوك للإفطار. بعرف في كتير منكم بيحب الهابي لوكس، تابعوني لنشوف كيف حيطلع. أول شي رح ناخد فاونديشن سوبر ستاي من ميبلين. هلأ للكونسيلر رح ناخد انفاليبل من لوريال. وللبرونزر رح استعمل انفاليبل باودر من لوريال. وهلأ رح نحط شوي بلاش. كرمال إذا كترتوا بلاش مثلي رح أعلمكم طريقة دغري نخففه بلا ما نمسح، بلا ما نجلغم، بلا ما نعمل أي شيء، بالبيوتي بلندر يلي كلها برودكت من اللي حطيتون. كأنكم عم تحطوا كونسيلر، جاست تابت هيك كذا مرة. وهلأ شوفوا الفرق بين هون وهون. هلأ للهايلايتر رح نحط Charming Escape من كيكو. للآي شادو رح نستعمل من ماستر بيس نيود باليت من ماكس فاكتور، هيدا اللون. من بعد ما حطينا هيدا اللون على كل العين رح اخد هيدا اللون اغمق براون موجود بس على الطرف الجفن المتحرك، مش على كل جفنة بس من هون. وهلأ رح ناخد شمر فاتح ونحطه بهيدي الطريقة. وهلأ رح نسحب العين بآيلاينر لونه بني. وهلأ رح نركب رموش. رمضان كريم وصيام مبارك، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، تابعونا بفيديوز تانية. باي باي.